حدث فلكي فريد شهدته محافظة الفيوم، وهو تعامد الشمس على المقصورة الرئيسية بمعبد قارون الذي يعود تاريخه إلى العصر الروماني واليوناني. احنا حرصنا ان نبقى الاحتفال بيعبر عن مدينة الفيوم، ويبقى منصة الناس كلها تشوف قد ايه مدينة الفيوم يعني قادرة على استقبال احداث كبيرة وعلى استقبال حدث كبير زي كده، وتأمينه وتقديم كافة الخدمات اللي موجودة. ومدينة الفيوم مدينة زاخرة بجميع انواع المناطق الجذب السياحي، ودي احدهم. في حدث فريد يعني بيتكرر كل سنة، فكان لازم نلقي الضوء عليه. إن هذا الحدث اللي بيحدث مرة في السنة بيؤكد الحسابات الفلكية والهندسية المتقدمة للحضارة المصرية القديمة، اللي امتدت أيضا في العصر اليوناني الروماني خلال حكم البطالمة واليوناني والرومان هنا في مصر. بالنسبة للحدث ده، حدث فريد ومهم نظرا لأن الفيوم لا يوجد بها أي معابد كاملة سواء في العصر الفرعوني أو العصر اليوناني الروماني، فوجود ظاهرة بهذا الشكل وتعامد الشمس في يوم محدد على قدس الأقداس ده يعتبر ظاهرة فريدة. كل عام تنظم محافظة الفيوم برنامجا يليق بالحدث العالمي الذي يحظى باهتمام شعبي ورسمي. احنا كل سنة بنجي نزور المكان ده، لان المكان ده من المعالم الرئيسية في الفيوم، وفي معالم كتيرة جدا رئيسية في الفيوم، يعني زي وادي الحيتان ووادي الريان، ودي منطقة كلها أثرية ودي منطقة جميلة، وجو الفيوم جميل نفسه، فيوم جميل جدا تعامد الشمس على قدس الأقداس. والنهارده يعتبر حدث تاريخي لان الحدث ده بيحدث من العام للعام، بيعكس نظرة الفيوم وثقافة الفيوم وشعب الفيوم للناس السياحة والناس اللي جاي تاخد فكرة عن الفيوم، ويعتبر حدث تاريخي. حدث التعامد يؤكد على ريادة قدماء المصريين في علم الفلك ودرايتهم بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض، ليزور الإله الكبير رع الإله المحلي للمحافظة يوما في العام، وهو 21 ديسمبر.